ألفاظ تخالف العقيدة. رزق الهبل على المجانين. فالرزق يكون على الله وحده، وليس أحد يملك لنفسه ولا لغيره رزقا ولا نفعا ولا موتا ولا نشورا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يقسمه بين عباده لحكمة لا يعلمها إلا هو.